فكره وفرحه مهمه جدا طبعا مع لعيبه النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي مروان، ويمكن كمان هاني، كمان اروح لمروان محسن. قبل مروان طبعا اروح لهاني اخد منه كلمه سريعا، انا عارف ان هاني ما بيحبش يتكلم كتير، سريعا بس كلمه سريعا على البطوله وعلى الاداء ده، حابب تقول ايه؟ الحمد لله، الف مبروك وربنا يكرمنا ان شاء الله تبقى كل السنين كده بكل البطولات اللي بندخلها ان شاء الله ناخدها باذن الله. مروا كلمه سريعه لكل جمهور النادي الاهلي وكل اللعيبه، الثلاثيه مجهود كبير، الاداء ومش الاداء والتوفيق ومش التوفيق ده بتاع ربنا، الحمد لله قدرنا نحقق الثلاثيه وده مجهود كبير جدا يحسب للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره. حابب تقول يا مروا؟ الحمد لله، ببارك لجمهور الاهلي العظيم وبارك للعيبه الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره، الحمد لله جبنا بطوله الكاس وان شاء الله نركز في اللي جاي باذن الله، ان شاء الله على البطولات كلها اللي جايه باذن الله، والف الف مبروك لجمهور الاهلي واللعيبه كلها. حبيبي حبيبي، مستمرين معاك يا كابتن ايمن.